مشاهدينا الكرام مستمرين معكم باللقاءات المباشرة عبر برنامج لبنان اليوم، والموضوع الأبرز اليوم رح نتناوله هو موضوع الكورونا وتفشي فيروس كورونا وتسجيل العديد من الإصابات وأيضا تسجيل حالة وفاة ثانية لليوم. وبصرني استضيف معنا باستوديو الخبير البيئي والسياسي الأستاذ شربل أبو جودة. أهلا وسهلا فيك. ميرسي، أهلا وسهلا فيكم. يعني اليوم الموضوع الأبرز يمكن اللي هو طغى على طاولة كل اللبنانيين، وعلى يعني الموضوع الأبرز هو انتشار فيروس الكورونا وأيضا تسجيل حالة وفاة ثانية اليوم للأسف، وخطة الطوارئ اللي عم تقوم فيها الحكومة اللبنانية. أول شيء، كيف ترى أن الحكومة عالجت هذا الموضوع؟ أول شيء عن جد هذه الحكومة كاميكازية، يعني فاتي بوقت كتير عويص وكتير صعب. هوني قديش بدها هي تكون قدها، وإن شاء الله تطلع قدها. أنا برأيي بالنسبة للموضوع كورونا هلأ ما بدها مزح القضية، بدها قرار نهائي. 15 يوم حجز كل لبنان، تسكير الحدود فورا، تسكير كامل الحدود، فقط الحاجيات الأساسية بين مستشفيات مول السوبر ماركت بس، والأساسية جوست لو نيسيسير، والحجر كل واحد كل شخص ببيته لمدة 15 نهار. لحلك أول شيء ليه؟ نحن ما عندنا الإمكانية تنسيطر على هذا المرض، لا ماديا ولا سريريا. المشكلة وين؟ بإيطاليا. إذا ما ناخد حالة إيطاليا، إذا عم يجوا هلأ بالوضع الحالي ما طلع عندهم أكسجين تيعينوا تيخلصوا المرضى. بيجي المريض بده أكسجين، بده عينية فايقة، عم يجي مية، عم ياخدوا العشرة اللي معقول يخلصوا والباقي مش عم يعملون شيء. ما بدنا نوصل هالمرحلة، ما بدنا بانيك القصة. نحن هلأ بعدنا بصحتنا السليمة، خلينا نحافظ على صحتنا. 15 يوم ننحجر بالبيت، نقعد بالبيوت، كل واحد عنده جنينة حد البيت يزرع، يقعد حد عائلته يهتم بصحته وصحة عائلته على 15 يوم. وين الحالات اللي بتبين ساعتها بتنقل دغري على المستشفى تقدر نحوي الموضوع، وإلا ما فينا نسيطر على الوضع، ولبنان ما بيحمل، لبنان ما بيحمل. طب اليوم شفنا بعض الإجراءات اللي عم تقوم فيها الدولة اللبنانية، لكن بعد في تذمر من المواطنين أنه الإجراءات غير كافية، ومش بس الاجتماعات اللي هي بتودي لحلول، لكن شفنا اليوم إقفال المطاعم وإقفال النوادي الرياضية، وأيضا اليوم يمكن يصدر قرارات بعد بتوسيع حملة الإقفال، يعني لتشمل يمكن حتى يعني عاداتنا اليومية مثل المحلات الخضرة أو السوبر ماركت أو شيء تشمل يمكن هذا الشيء، هذا بالإضافة إلى المدارس والجامعات. البعض اقترح أنه ليش ما بتقوم الدولة اللبنانية بإعادة افتتاح المستشفيات الحكومية اللي هي مش مشغلة، وهذا ذكرها النائب وائل أبو فاعور، وأيضا اللي ما زالت تستأجر أبنية أو فنادق حتى تعمل حجر إلزامي، بس عن جد إلزامي يكون، ويكون في متابعة من السلطات المحلية. نحن مع فتح مستشفيات جديدة، بس قبل ما نوصل لهالمرحلة يا جماعة، درهم وقاية أحسن من أنطار علاج. هلأ بعد قادرين نسيطر على الوضع، إذا ما سيطرنا تعتبر نحن بعد تحت السيطرة؟ هلأ فينا نسيطر، إذا كل واحد بيقعد ببيته نعرف ساعتها وين المرض، نقدر نسيطر عليه، ووهان نسيطروا عليه. نحن بس بدك تاخد قرار، بدك قرار جريء، بدها تنضب العالم ببيوتها ل 15 نهار وتنتبه على حالها، وكل واحد عنده حالة يعلن عنها يخلي الصليب الأحمر والتنوى، إلا مش حيقدروا يسيطر عليها. المستشفيات حتى بأمريكا منا جاهزة، يعني إذا بدك تاخد حالات أمريكية بولاية الأمريكية بالمستشفى ما عندهم كل، يعني يستوعبوا كل هالحالات. يعني هاي حالة طارئة، بس هن عندهم دولة وبيعرفوا ياخدوا قرارات سريعة ويقدروا يجهزوا. نحن ما عندنا الإمكانيات تنجهز بسرعة. يعني إذا بدك تاخد مثلا المستشفى يلي قدمتها مصر بالحرش بيروت مثلا، بعدها فاضي. اذا بدك تجهزها بدك شهرين نعوض سلامتك. يعني حتى المستشفيات اللي في كتير مستشفيات فيك تطورها، بس ما بدك وقت تروتار. ننتبه على حالنا، ننتبه على صحتنا، احسن ما نقعد نعالج بعضنا ونفوت على المستشفيات كلنا سوا. أنا بدي أحب بس أنه أشير أنه بدأ الاجتماع الطارئ لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في السراي، والذي من الممكن أن هذا الاجتماع يتخذ خلاله إجراءات صارمة ومهمة جدا بحسب مندوبتنا بالسراي دينا رمضان.
يعني وهيدا المطلوب. المهمات الصارمه مثل ما بعرف لا تشمل يعني بعد اكثر من هيك، هيدا المطلوب وهيدا مطلوب، واهم شيء تسكير الحدود والمعابر. المعابر الشرعيه والغير شرعيه فورا فورا فورا، تعطي مثلا مهله انهار. طيب يعني المعابر مسكرت والمطار مفتوح، شو عملنا؟ لا يعني حتى المطار، يعني حتى المطار ما كان في تجاوب من قبل وزير الصحه والوزراء المعنيين بتخفيف الرحلات او الغاء الرحلات من البلدان. هون بدها رجالات التاريخ تاخذ قرار، بدها رجال للتاريخ. هون عندك وطن، مصير وطن. بس ايضا منظمه الصحه العالميه ما اوصت بهذا الشيء يعني. يا اخي هن عندهم امكانيه، نحن ما عندنا امكانيه، لا في مصاري لا في دولار، لا عندنا مستشفيات. شو ناطرين؟ شو ناطرين تنضرب يعني؟ خلي الشعب بصحته الكامله يقعد ببيوته 15 نهار بصحة جيدة، أحسن ما نفوت أمراض على المستشفيات. طيب أيضا هون سؤال بيطرح أستاذ الشربل، هل تعتبر أنه أيضا الشعب واعي لموضوع فيروس كورونا أو بعده عم بياخده باستهتار يعني؟ هي القصة بلشت باستهتار، بس هلأ وصل الموس على النار. بلش عنا قتلين وعنا 50 حالة، وبكرة بس تطلع باروبوليك يعني الله يسترنا. يا جماعة وعوه، أنتوا عارفين شو الوضع، وكلنا شعب اللبناني من أزكى شعوب العالم وبيعرف قديش مخاطر هيدا الكورونا. وما بدنا شيء، ما بدنا بانيك، ولكن نضبوا بالبيت تما ينتشر المرض، بس نضبوا حتى نحصر المرض وحله. يعني شو يكون في وعي كامل لدى الشعب اللبناني، ما يكون في استهتار لهالموضوع، لأنه يمكن إذا الشباب عندهم مناعة يمكن الأهلون أمهم بيهم يكون مناعتهم خفيفة لأنه عندهم أمراض مزمنة، كما يكون في نتفة وعي. وأيضا هون أستاذ شربل، بس أنا اسمح لي يعني هون وجه أنه ببقى يتاجروا بقصة موضوع كورونا، أنه مش معقول تكون أنيتي سبيرتو يعني حدا قال لي هلأ اليوم راح عم بيجيبها ب10,000 ليرة أو مقطوع أو ماسكات مقطوعة أو كمان أسعار خيالية. يعني هيدا مرض، يعني هيدا منها صفقة تجارية أو صفقة العصر مثل ما حضرتك ذكرت، يعني لأنه صار الموضوع عن جد خطر بهالموضوع. يعني قديش بدها تلحق وزارة الاقتصاد أو وزارة حماية المستهلك اللي هي أوريدي أصلا عندها نقص بالمفتشين يعني بعد. أوكي يعني هون نحن بدها تيجي الحس الإنساني والوطني يرجع يشتغل بالبلد. الحس الإنساني والوطني والانتماء للوطن، وانتمائنا للوطن أنه نحافظ على بعضنا، بس نحافظ على بعضنا ونحافظ على وطننا. وهون يعني بدنا نتعاون ونعمل مثل العوني كلنا سوا. لوحدنا ما فينا نقوم بالبلد وما فينا نحافظ على بعضنا إلا ما تكون كلنا إيد واحدة. هلا ما تقلي لمحور فلان ولا محور فليتين، لبنان بده يقوم وفي عنا كيرسي بدنا نوقف حد بعضنا. وهون تكاتف كلنا مع بعضنا، حتى يلي فيه يتبرع تنقدم الكمامات مجانا، خلي يبين. يلي فيه يقدم يساعد الأطباء خلي يبين. يلي فيه يساعد بكذا شغلة، هلأ الوطنية بدأت تبين 100%. يعني لازم يكون في هيدي يعني اللحمة الاجتماعية والعونة الوطنية، لأنه اللي عم نمر فيه مش يعني منه هين. ومثل ما قلت بطلنا فينا نعيش بمرحلة الاستهتار، صرنا بمرحلة جدية مع تسجيل حالتين وفاة. يعني هون بدي مشاهدينا أشير للتغريدة اللي قام فيها الرئيس سعد الحريري، إذا كانت القضايا السياسية والاقتصادية محل خلافات تحتمل الاجتهاد والتباين في وجهات النظر، فإن خطر فيروس الكورونا يستدعي عدم التردد في اتخاذ الإجراءات التي تحمي سلامة المواطنين والمقيمين وتعلو على أي مصالح والتزامات سياسية. وأضاف لبنان في دائرة الخطر، شأنه شأن كثير من البلدان التي بادرت لقرارات شجاعة ومسؤولة، أقفلت الأجواء والحدود ووضعت مناطق بكاملها تحت الحجر الصحي، والخطر بات يتطلب استنفارا بكل الميادين الرسمية والأهلية والمنظمات. أقفلوا الأبواب وجه الكورونا، هيك غلط وهيدا صح بسلسل تغريدات الرئيس عبد الحريري. يعني حضرتك مثل عم بتقول لازم بقى ناخد قرارات جريئة يمكن على مستوى الوطن، وتكون وطنية بامتياز يعني الإقفال وجه الباب وجه كورونا. طبعا طبعا، ما بدها مزح، ما في مزح بقى، ما في مزح. عم تدرق يعني هيدي صحتك، الإنسان المريض يعني بلدك مريض كله سوا، ضرب بلدك هو المرض، هو بيضرب الاقتصاد بيضرب كل شيء، أساس الصحة. ما شي مرة سألوك قديش مصري كيف مصريتك، بيسألوك كيف صحتك. فبدنا نحافظ على صحتنا وكلنا إيد وحدة، وفينا نوصل لنحافظ على المينيموم من المصايب اللي رح تضرب. يعني حتى عم نشوف تجاوب مع الدعوات، يعني شفنا نقيب أصحاب المطاعم توني الرامي دعا إلى الإقفال اعتبارا من الغد ولفترة بحددوها بعدين اللجنة الوزارية الملجأة. اليوم إلى جانب يعني الموضوع كورونا، في عنا الأزمة الصحية،
في خبر كمان قبل ما ننتقل على الأزمة الاقتصادية، أنه الجيش اللبناني أقفل المعابر غير الشرعية خصوصا بالحدود بين لبنان وسوريا بالسواتر الترابية. يعني أحلى خبرية هيدي، ما بعرف هي من كرمال قصة التهريب ولا قصة الكورونا. على كل حال يعني بكل الميلات ظابطة معهم، يعني هو لازم بقى نقفل المعابر الشرعية وغير الشرعية ل يعني لإقفال الباب. ما هون إذا بدك تحول دولتك من ريعي لمنتج، أهم شيء الحدود، مش بس الحدود البرية، عندك حدود البرية وحدود الجوية والبحرية. وهون الانتقال من إذا بدك تحكي شوية اقتصاد، من السياسة الريعية، من الاقتصاد الريعي للإنتاج للإنتاجي. هون عندنا كذا شغلة كتير مهمة. الريع السياحة كتير مهمة، بس عفوا قبل يعني عفوا عم أطشك بموضوع الكورونا لأنه هلا عم بيستجد كمان. بعثت لنا زميلتنا إنه اللجنة المكلفة في متابعة فيروس كورونا رح تعمل مؤتمر صحافي، أول مرة مش بيان، رح يطلع وساعة 5 من بعد الظهر اليوم، يعني بعد ساعة من هلا، للإعلان عن التدابير والإجراءات الصارمة. يعني بعدنا تذكير أنا يعني عم أقول لك من هلا ما في غير حل، هيدا الحل الوطني. ما في غير حل يعني، والعالم بدها تقبل، ما فيها تقول إنه شو فينا نعمل. بدك تعمل تسلوا بالبيت، في 100 حل. اول شيء بتقعدوا مع الاولاد، ثاني شيء بتزرعوا حد جنيناتكم، في 100 شغله تعملوها. لا يمكن طلعت صرخه المواطنين لانه باذن بظل هالازمه الاقتصاديه كمان عم يجينا تسكير من يعني من وراء فيروس كورونا. هيدي مش بالايد، ما خص الوزاره وما خص الحكومه وما خص الثوره، بتكبوا الحق على العالم. بدنا نتاقلم، بدنا نتاقلم وبدنا نساعد بعضنا. اذا بدك تعرف مثلا الاي ام ام بجديده، نعم، عامله خليه نحل بينها هي والصليب الأحمر والمحافظ، يعني عم يطوروا، عم يعملوا دورات توعية للصليب للكرة والبلدات كلها بالمتن، وعم يجهز كل البلديات بالإنفورميشن وبأشخاص يكونوا متطوعين. يعني كتر خيرهم، في ناس كتير متطوعة بهالحال، يعني شغلة منا نايمة، العالم كله عم يشتغل وكله عم يتطوع، ولازم يكون في وعي مثل ما حضرتك ذكرت، كله عم يتطوع، بس الأساس نسكر المعابر، نسكر الحدود ونقعد نحن بالبيوت. ما عندنا مستشفيات تستوعب، ما بدنا نوصل لمرحلة إيطاليا أو ووهان أو يعني أوريدي كانوا فلتين الحدود، هلأ الحمد لله تسكرت. بس خلينا شوي نضبط الموضوع، نضبطه، بدنا نضبطه، ما في غير حل. بدك تضبطه بدك تسكر، بدك تقعدوا ببيوتكم فترة 15 يوم. يعني إلى جانب أزمة الكورونا وفيروس انتشار الكورونا والإجراءات اللي حتتخذها اللجنة بعد شوي بعد ساعة من هلأ، يعني مثل ما وصفوا إجراءات الصارمة، كمان أيضا في عنا الأزمة المالية والنقدية اللي بعدنا كمان ما رح نطلع منها وما عم نقدر نطلع منها، بيظل حتى أيضا الاجتماعات المكررة والمتكررة. عفوا اليوم شفنا أنه نقابة الصرافين تبنت تعميم حكم مصرف لبنان لتثبيت سعر الدولار. تثبيت وين، جوا وبرا ولا برا؟ وشو برا شيء جوا شيء؟ لا تثبتوا، يعني اعتبرت انه 2000 ليرة هو تثبيت الدولار عند الصرافين. والمصرف شو جوا؟ شو المطلوب؟ مطلوب قرار وطني جريء تثبيت سعر صرف الدولار جوا وبرا. طيب نبطل لبنان، شو اللي عم يمنعهم يثبتوا جوا وبرا نفس السعر؟ اكبر عملية تبييض اموال بالعالم عم تصير هلا حاليا بلبنان. وين القضاء؟ وين القضاء؟ بدنا هون التصرف، يعني هون حدا هيك بيعمل، بيضرب بلده؟ عم نضرب بلدنا يا جماعة، عم نضرب شعبنا، عم نقشطهم مصرياتهم. ما بيصير وحده الدولار بين المصرف جوا والصراف برا وبتنحل الأزمة، بطل في أزمة. ليش عم تخلقوا لنا أزمة؟ بس هو يعني عم يلهونا، عم يلهونا بالمصاري تيخبوا أخطاءهم بالسياسة. هيدي ما انتبه لها. وضربة الاقتصاد منا بالمصاري ومنا بالعيد بالسياسة. نحن مشاكلنا كلها بلبنان السياسي، وبما انه السياسي مش خالقه جو ثقه، ضرب الاقتصاد. ردوا لنا الثقه بالوطن وخذوا احلى بلد. اذا مش قادرين تردوا الثقه، يا شو عم يصير شانتاج بين يعني الامان السياسي والامان المالي؟ اكيد السياسي، نحن ما عندنا مشكله ماليه، نحن مشكلتنا سياسيه. ما عندنا مشكله ماليه مع كل رغم هالسياسات الماليه او الهندسات الماليه، نحن مشكلتنا أو سياسيه الاجراءات لي. مشكلتنا سياسية وعدم ثقة. بس يصير عندك ثقة، عندك 15 مليون لبناني، قل لهم لبنان وقف على إجراء، شو بيعملوا؟ شو ناطرين؟ ما بيجي ثقة. بس عطونا ثقة للبنان، ما بدنا شيء منكم يا خيي. أخذتوا المصريات خدوهم وفلوا، بس خلوا هاللبنان يرجع يقوم. شو ناطرين؟ شو بدكم بعد يا خيي؟ ما بدنا المصريات، ولا بدنا استرجاع بقى المصاري، بدنا استرجاع الوطن ونحافظ على بلدنا. شو المطلوب؟ ضبطنا في مصاري بلد، شو عبادكم؟ خلص خدونه وفلوا يا خيي.
خلوا يجي ناس يديروا هالبلد باحترام ويعطوا هالثقة، والثقة لوحدها هي بتبني الأوطان كلها سوا. يعني حضرتك كمان أيضا كخبير زراعي وبيئي، يعني شفنا من مقررات أو من الخطط اللي وضعتها الحكومة إنه هي تحويل لبنان من بلد ريعي إلى بلد منتج. كتير منيح الخبير. على أي صعيد لازم يركزوا أكتر؟ يعني كنا شفنا قبل عطول المصارف والسياحة هنا منا غلط المصارف والسياحة، ونحن هون نحافظ عليهم. هن القطاعات اللي كانوا عطتك عليهم الدولة. هون بدنا نحافظ عليهم. بدنا نحافظ على المصارف، بدنا نحافظ على السياحة. وبلس بدنا ندعم الزراعة والصناعة. نعم. هلا في عندنا شغلتين، إذا بدك تتكل على الإنتاج الاقتصاد الإنتاجي بدك تتكل على الزراعة والصناعة، وإذا زراعة لبنان كله سوا من تحت من شمال لجنوب منيح، ما بيطلع لك مليارين دولار بالسنة، ما بيغطي لك فايدة مصريات البلد، منيح فايدة الفايدة المدفع. وأنا ضد الزراعة، بدنا نحافظ على الزراعة، وأنا قاتل حالي لنحافظ على الزراعة ونطورها. نعم. والصناعة تقدر هلا حاليا تقوم فيها ببلد ما في كهرباء بعد، أي صناعة بدك تتكل؟ إذا صناعة الكهرباء اللي عندك بعدها منا منجي، ترجع تساعد الصناعة تحافظ على الصناعات اللي عندك بالأول يلي عم تسكر وتفلها برا، هون هلا لازم توقفهم قبل ما يفلوا كلهم، شوف كيف بدك تساعدهم تحافظ تيبقوا بلبنان إذا بدك تحولوا لإنتاجي. نعم. طيب هالصناعات اللي عم تسكر وتفلها على قبرص وعلى دبي وعلى قطر وعلى كذا، هودي عم تخسرهم للتاريخ، وهو الشركات الكبيرة يلي أوريدي مؤسسة بالبلد، وهودي شحطهم بهالسياسة. طيب هودي كيف نردهم؟ هون قبل ما تبلش تنتج تعمل معامل جديدة وشركات جديدة، حافظ على اللي عندك أول شيء، بعدين انطلق على الصناعات الجديدة وتحفيز الصناعات الجديدة، بعدين حتى الصناعات الجديدة بدها سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة. نحن بعدنا عم نتكل، نحن نسين أنه في عولمة والعالم كله صار بين إيدينا. رح أعطيكم مثلا، خمس شباب ثلاث أربع شباب جمعوا مع بعضهم عملوا فيسبوك، نتجوا كل واحد نتجوا 90 مليار ل 80 مليار دولار. هي هلأني الإنتاج اللي بيأملك بأوطان. عندك هلأ مشكلة الكورونا، ليش عندنا أطباء رائعين وعندنا مفكرين وعندنا مختبرات ولابوراتوارات، ليه ما الدولة بتكب كل تقلة على تصميم على اختراع دواء للكورونا، نعمل سبق لكل الدول بالعالم بشو أحسن منا بالعالم برا، كل الأدمغة عنا، بس إذا منلاقي هالدواء ومنثبته قالوا نحن لقيناه حليت مشكلة الدين لبنان لولدك. هون بدنا نشتغل عليه الأدمغة اللي عنا، ما نتكل عليهم، ما بقى نتكل على سواعد العضلات، نكاش بجنينة حلو للرياضة وللصحة. يعني بس الأدمغة أصلاً يعني بهالموضوع طول عم نشوف إنه اللبناني عم ينجحوا برا ما عم ينجحوا لبنان، يعني لأنه كمان ما في عوامل تساعد ينجحوا بلبنان، يعني ما في ثقة من الدولة للمواطنين، والمواطنين ما عندهم ثقة بالدولة، ما عم بيعملوا جهود حتى، يعني في عندك الأنظمة، نظام التربوي، نظام الجامعي، نظام يعني كله بده. نحن حسب التاريخ نفضة، يعني حسب التاريخ كل عمرنا نحن ضد الدولة. من أيام الدولة العثمانية، من جدودنا ضد الدولة العثمانية، بيرجعوا إجوا ضد الدولة الفرنسوية، بيرجعوا ضد الدولة السورية، وهلا أني فكروا أنه بعدنا ضمن الاحتلال. يا جماعة هاي دولتنا، نحن بدنا نوقف حدها، هاي الدولة لقلنا، نفتخر نحن لبنانية، مش نروح نحن لبنانية ونتخبى، يجي معي باسبور تاني بتخبى بالباسبور التاني، هيدا وطننا بدنا نحافظ عليه وبدنا نفتخر فيه. يعني اللوم على المواطنين ولا اللوم على الدولة اللي بنت هالثقة بين المواطن وبينه؟ ما الدولة صنع المواطنين، مين بأنتجها؟ وإذا مش قادرين هالمواطنين يغيروا هالدولة مصيبة. وهلأ الثورة إذا ما نجحت كارثة كبيرة للوطن. إذا ما حافظنا على الثورة، بعدك بتأمن بالحراك اللي صار ب 17 أكيد تشرين. أكيد هو الأساس، هو ما بتحسه انطفى؟ أبدا بينطفي، بس يروحوا أسباب اللي خلوها تقوم، بس يروح الغلاء، بس يزبط الوضع المالي، بس يصير في أمن قضائي، في قضاء صريح. أنا هلأ بتمنى على الحكومة الجديدة بتشكيلات القضاء هلأ فيها تبين يا هي منجي وبتعطي الثقة لهالبلد وبتنتج قضاء عادل وصريح، يا الأول بسلامتكم بلا ما يكفوا الشغل. يعني الحراك ما اعتبر خف وهجه ولا عطى هل عم يعطي فرصة؟ أبداً الحراك على الأرض ما خلص، عطاك استفتى، عطاك مليونين زلمة حاضرين. أنه شو بضل على الطريق يعني؟ هلأني يعني شو وصلنا هلأ؟ وصلنا أنه لازم الحكومة هي يعني هل عاطين فرصة للحكومة؟ يخي فرصة ما في، شو عندك غير حل؟ عندنا الكورونا وعندنا الحكومة، هلأ القضاء
يا بيحرك الشارع عن جديد يا ببلشنا نمشي بالدولة الحقيقية. طيب يا يعني عم نشوف كمان أيضا هلا بالتشكيلات القضائية صار في بعض التدخلات السياسية يعني وشفنا هون إذا هون إذا في تدخلات عود سلامتك. طيب يعني شو عملنا؟ لا إذا ما ما يدخل. يعني رجعنا على الدائرة خاصة بالقضاء رجعنا على الدائرة الأولى يعني إذا ما انحلت قصة القضاء العوض بسلامتك على كل الشغل اللي عم ينعمل بلا قضاء مستقل 100% العوض بسلامتك من هلأ بقول لك ما يكفي من هلا ما يكفى. يعني شفنا يعني المصادر بتقول انه التشكيله القضائيه لم تعرض على مجلس الوزراء لكونها لا تزال عالقه عند وزيره العدل ماري كلود نجم التي تستعد على الارجح لردها الى مجلس القضاء الاعلى وسط تدخلات سياسيه كبيره لادخال تعديلات اليها وفق ما تقول المصادر. يعني وعدت تطبق بوعدها وعدت انه بتشكيل قضاء مستقل عن الطبقه السياسيه وهيدي الوعد يلي بينقذ البلد هون قوتها الوطنيه هون شخصيتها تستقل عن كل شيء وتاخذ قرار انقاذ الوطن بالقضاء المستقل. يعني القاضي عبود رئيس مجلس القضاء الاعلى عم بيقول سهيل عبود عم بيقول انه هو متفق مع وزيره العدل وجزم ان التشكيلات القضائيه ستشكل خطوه نوعيه واساسيه على طريق الوصول الى قضاء مستقل في لبنان. يعني ان شاء الله أنا بتمنى ما يصير في أي تدخلات بالقضاء بنكون عملنا أول قفزة نحو بناء الدولة الصالحة الدولة يعني القوية. بالفعل هو كل شيء مرتبط بالقضاء يعني إذا عندك قضاء مستقل فيك تحاكم فيك تحاسب فيك تسترد الأموال المنهوبة فيك بتبلش بالقضاء بعدين بتكفي بالحصانات. الحصانات شو إلها عايزة؟ عم يتحصنوا لسرقة البلد عم يتحصنوا تيطلعوا قوانين ومراسيم يسرقوا فيه البلد. شيل الحصانات وخذ لبنان ما يدهش العالم أحلى بلد بالعالم بيرجع إذا كلهم بصيروا يشتغلوا وطنية بصيروا يشتغلوا لبلدهم ما بيعودوا مغطيين سياسيا صاروا عم يشتغلوا وطنيا أهلا وسهلا بلبنان الجديد. يعني إن شاء الله على أمل أنه نوصل لقضاء مستقل تكون في محاسبة لكل الفاسدين وأيضا استرداد الأموال المنهوبة وأيضا بس ينتظم العمل القضاء ينتظم عمل السياسة وعمل الاقتصاد وعمل الأمن وكل شيء ينتظم بلبنان. اليوم بمستهل جلسة مجلس الوزراء امبارح رئيس الجمهورية عماد ميشيل عون أكد أنه على الحكومة وبالتزامن مع المفاوضات مع حاملي سندات وضع خطة لإعادة هيكلة الديون وخطط لإعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان والإصلاح المالي والإداري والشؤون والاجتماعي. يعني يدعو إلى وضع الخطط لكن ما لازم كان تسبق الخطط قبل تأجيل دفع سندات اليوروبوند. أي خطط بدك تشتغل عليها؟ نحن بلبنان بلد صغير مع احترامي لكل الخطط أنا بهمني صورة لبنان عالميا ناس ما بتهمها أنا بهمني وطني بهمني صورة لبنان عالميا. يعني أنا كتير بتأسف أنه ما لح نقدر ندفع ومش قادرين ندفع أنا بتأسف كتير عليها ومن هيني أنه ما ندفع. طيب بوقت أنه في عنا علاقات خارجية مقطوعة ليش بدي أتخانق أنا مع إيران أو بدي أتخانق مع أمريكا أو بدي أتخانق مع السعودية؟ شو إلي هدف كمواطن لبناني؟ أنا بدي أبني بلدي بدي استفيد من كل العالم حتى شوي بهالوضع الخطر واللي وصلنا له يلي وصلونا عليه سياسية وصلنا لهالأزمة بسبب قطع علاقاتنا بالخارج. ليه نحن وطننا نكبر فيه إذا كل العالم ساعدتنا تنبني البلد. بدك محور إيراني بدك محور سعودي اتخانقوا مين بيبني البلد أحسن مين بيمضي منطقته أحلى. نحن ما عندنا مشكلة بس مش مين بيهدم التاني وبيشحط التاني وبيسكر الباب على التاني. كيف بتجي السياحة؟ كيف بده يجي الاقتصاد معك؟ أي معامل؟ مين بده يشتري منك منتوجك بعد؟ وعلى شو بدنا نتكل؟ إذا ما عندنا علاقات خارجية إلى ماذا تدعو رئيس الحكومة إنه يكون بجولة خليجية عربية ضرورة؟ أكيد أنا مع الانفتاح على كل العالم. أنا ما بدنا نفوت بمحور واحد، نحن بنحترم كل المحاور. يعني سياسة النائب النافذ. نحن بدنا نحترم كل المحاور، بدنا نفوت محور واحد اسمه محور وطننا لبنان. بدنا نمشي وطنياً، وين مصلحة لبنان بدنا نمشي. نعم هيدي اهم شيء بلا لا تحكي وبلا نطلع 100 مشروع. لبنان هو الحل بدنا نحافظ على البلد. ليك ترامب عم خرب الدنيا كلها كرمال امريكا عم بيعمل مصلحته نحن بيعمل مصلحه بلده نحن مش لقلنا مش نحن لازم نعمل مصلحتنا. وين في مصلحتنا نمشي فيها؟ مش مصلحه شخص او اشخاص او طائفه او كذا بدنا مصلحه لبنان. شو بيطلع لك اذا لبنان فرط؟ يعني شو بيطلع لنا اذا فلنا فلان ولا فليتين؟
شو الهدف؟ طيب يعني اليوم شفنا اصلا على تعليقا على حديث ترامب انه شفنا سجلت امريكا ادنى نسبه بطاله منذ تاسيس الولايات المتحده الامريكيه، يعني 3.5% فقط من البطاله، بعد ما وصلت كانت يمكن 9 او 10% كانت نسبه البطاله. شفنا بدنا رجل وطني، وعندنا رجال وطنيه هلا بالدوله يفرجونا اياها، يفرجونا الثقه بلبنان. طيب خلينا نحكي بصراحة، وقت بيكون في رجال وطن، رجال وطنيين ورجال ثقة، محط ثقة، وأيضا بيقدروا يعملوا هذا الشيء لوحدهم، يعني عم نشوف يعني في فريق على طول عم بيحط عصبي لفريق الثاني، والفريق الثاني عم بيحط عصبي للفريق الأول، يعني عم نشوف ما عم نقدر يوصلوا لنقاط مشتركة أو فيزيون رؤية واحدة لبناء الوطن، يعني عم نشوف هذا الفريق عنده رؤية معينة، وشفنا الفريق الثاني عنده رؤية معينة، يعني شفنا وقت صار في اقتراح للاستعانة بصندوق النقد الدولي يعني كوضع سياسي أو أيضا مساعدة صندوق النقد الدولي، شفنا فريق حزب الله دغري قال نرفض. هذا رأيه، هذا رأيه، ويمكن عنده يمكن إذا عم يفرض شيء تاني، إذا فرض يمكن عنده أسبابه السياسية المالية اللي هي. وايضا شفنا فريق تاني انه لا، مع هذا الشيء يعني ما عم نشوف لما عند كلا الفريقين، وما عم نشوف رؤيه واحده لو اختلفت الطرق، بس ما في فيزيو، يعني ما في رؤيه واحده. وهذا طبيعي يكون عندنا مختلف بالاراء وبالوجهات، في يكون مختلف بالطرق، بس الرؤيه الواحده ما في يكون عندنا الا رؤيه واحده هي بناء الوطن. يعني كيف ما تبرمها كل واحد لازم يشتغلها وطنيه ويلاقي وين الاضبط لبناء الوطن. نعم، يعني لا، اذا هيدا المبدا عم يشتغلوا عليه نحن معهم، بس اذا المبدا انه مين انا ولا انت ولا انت ولا مين اخذ القرار، لا، نحن بهمنا لبنان، وبهمنا وين مصلحه لبنان، وكيف بدنا ننقذ هالبلد وبهالمحنه اللي وصلنا لها، بدنا نلاقي حل. واذا بدك طب شو تعتبر كان الانسب انه يدفعوا؟ انا مني خبير مالي، نعم، انا بهمني الثقه ترجع للبلد. الثقه بديها ترجع للبلد، هي الثقه فقط سياسيه، بس تشتغل بالسياسه ضبط الثقة. أنا برأيي ما عندك مشكلة مالية، عندك شعب جبار، عندك عشو لبنان، أنت نحن شو خايفين؟ عندك الأدمغة يلي هي قلت لك كيف تطلع مصاري. إذا بتاخد مثلا شركة بي أم ويب بأمريكا لبنانية، هاو شركات تفتخر فيهم، أقوى بقوة المايكروسوفت. يا جماعة عندنا شباب أدمغة، هاو دي بيتكل عليهم، اطلعوا لي من هالتراديسيوم هالتفكير الرجعي، سوري على الكلمة. في عنا ثورة، مشوا هالثورة بالاقتصاد، مشوا قصة جحا، قصة أخوة شناي كيف مشى المي. يا خي في إلنا حلول، مش ضروري نحط ملايين الدولارات، في عنا الأدمغة شغلوها بس، ولا بتبعتون تبعتوا لنا مصاري، شو هالحل؟ ما عم ينتجوا لبرا، حافظوا على الأدمغة بلبنان، تنتج بلبنان، بيكون كل ربحك للبنان، هيك بيشتغلوا اقتصاد جديد. يعني حضرتك وقت قمت بهالمشروع الزراعي اللي حضرتك قمت فيه، يعني انا لازم اتطرق عليه لانه حضرتك خبير زراعي وبيئي، كان عندك ثقه بالوطن؟ طبعا، وبعد عندي ثقه وما بتروح ثقتي بالوطن. وانا بعرف كل درست الجدوى الاقتصادي للمشروع، قلت انه كيف لازم انا طبعا بني هالمشروع. طبعا يعني نحن عندنا بلبنان بلد رائع زراعيا، مناخه رائع، بعيد عن الكوارث الطبيعيه العالميه، ان كان الزلازل، ان كان الهيروكين، ان كان شو بدك تحكي عن الكوارث الطبيعية الكبيرة، نحن تقريبا بمنقع عنا، وبين الحرارة العالية 50 وبين السقعة 40 تحت الصفر هو ما عنا منهم. نحن بوطن شرق أوسط رائع، مناخه رائع، نحن كان الإنسان عايش لوحده بلا أي سي وبلا كهرباء وبلا مي من 3000 و4000 و5000 سنة، يعني هون موطن الإنسان الأساسي. طيب الزراعة يعني هون موطنا، ليش تركين البقاع هيك؟ نحن اشتغلنا على سهل البقاع كله سوا، كيف انا لاقي له حلته؟ دائما عندنا بنصطدم بمشاكل السياسه. سد العاصي ليش واقف؟ ليش اخذوا مصرياتهم، دفعت مصرياته كله وما عندنا سد؟ حدا يفهمني ليه؟ جيبوا لي الملفات يا جماعه ورجعوا ظبطوا سد العاصي. ليش تركين اراضي القاع بعد قراريط ومانعين حدا يزرع؟ بس تعطوا اراضي العالم اراضيها، تحلوا قصه القراريط يلي هيدي بعدها بتاريخ العالم إلا بلبنان، بس بعدنا قراريت وما حدا عارف وين عقار وين. حلوا الأزمة القاع وخدوا إنتاج زراعي رائع، حلوا قصة المي، وفي حلول عنا خيرات، الله تركينا هدر. بدك تحل اقتصادك اللبناني، عندك المي اللي على بصيدة، المي اللي بترابلوس على البحر، رايحة على البحر كيف ما كان على شي 100 إنش 120 إنش عم تكب مي على البحر،
طب هودي المي لوحدها اذا فيك تبعتها وتبيعها او بوتابل اي المي للشرب، هيدا اهم من بير البترول. عندك بسور مي كمان رايح على البحر، الفوار على البحر. يا جماعه عندنا خيرات الله تركينا البترول، ليش بدكم تشيلوا؟ نحن بجمعه عملنا دوله نفطيه وبجمعه دوله مفلسه، مزبوط؟ نعم. حدا بيقول لي السبب ليه؟ عندك فكره ليه؟ لان صار نحن البترول حسب الخبير، اذا نقول له سركيس سمعت له رابورو، هل يعقل حدا درس هالملف انه معقول البترول رايح بالمرحله الاولى من لبنان؟ العالم بطل عنده ثقه فينا، وهذا البرهان انه ما حدا عم يثق فيك لان البترول بطل بايدك. نحن بلبنان دوله غير مشاركه بالقسم بالاول مرحله الاولى. يا جماعه فسروا لنا هالموضوع اقتصاديا، ليه العالم مش عم تطلع فينا؟ عندنا اكبر احتياط غاز وبترول، ما حدا عم يطلع فينا ليه؟ مزبوط مثل عم يحكي انه طاروا لزمتوه اخذتوه كله سوا، كمان هي مصيبه. بعدين ليش ما بيشيلوا البترول من البقاع؟ اليابسه شو ناطرين؟ اليابسه 10% ارخص، يعني بكلفه 10% بتشيل البترول والغاز من البقاع. شو يعني هي كلها لاجندات سياسيه يمكن ما عم بيقوموا بهذا الشيء. اخي بدك قرار سياسي، قرار وطني. بدك قرار وطني، قرار سياسي. تبع شو مرهنين الطبقه السياسيه ما عم تاخذ القرارات؟ بعد شو عم تلعب؟ مرهنه الوقت ولا مرهنه؟ والله ما بعرف، يا مش عم نعرف نجيب طبقه سياسيه كل هالقدمي غبل. طيب يعني اذا عم نتهم الطبقه السياسيه بالسرقه، ما عم نعطيهم باب للسرقه بعد اكثر بس يعيشونا؟ يعني شو ليش على الخوف من اتخاذ هذه القرارات؟ لانه قرار دوله، قرار دوله. ما خي عندهم، اسالهم شو ناطرين؟ عندك ينبيع الباير بطرابلس رايحة على البحر، إذا بتلاقي قديش الكمية رايحة على البحر أو بوتاب نزل نتسبح فيه ونشرب منه. يا جماعة عندك كنز عم يكب بالبحر، ابعته على قبرص وجيب قباله غاز، ابعته على مصر وجيب قباله. لا مصر ولا عندهم النيل مش فرقاني، بس في بلدان فيك تبيع الميات فيها، ابعته على قطر، ابعته على دبي. في عندك خيرات الله رايحة ضيعان. تعتبر هو قرار دولة؟ قرار وطني. مش لا قرار دولة ما عم بيقدروا ياخذوه هذا القرار بالوطن. اخي اذا نحن هالقد ضعاف مش عم نعرف نقوم بوطننا، خلص يلي بيفشل يفل يفتح مجال لغيره. نحن لا، انا ويعني انا ولو خسرت ولو خرب البلد بدي ضل. ما بيصير هيك، بدنا نبني بلدنا. يا جماعه تفتخر اذا بلدك صار مرتب. دبي قديش الاماراتي بيقطب ماشي وبيجي قدامك وشايف حاله ببلده، شو ناقصنا؟ نحن هيك كنا من 75 وال 74 كان نحن نمشي بالعالم وشايفين حالنا، وهلا وين؟ ليش بننزل راسنا كرمال 10 اشخاص 15 شخص 100 شخص؟ فينا نقول لهم الله معكم وغيرهم يجوا يتفضلوا، ما ليه؟ بحق لنا بوطن. تدعو الى انتخابات نيابيه مبكره؟ نعم. تدعو الى انتخابات نيابيه مبكره ل يعني انتاج طبقه سياسيه جديده؟ هل تعتبر صار الشعب واعي لانتاج طبقه سياسيه جديده؟ يعني هل اذا عملنا انتخابات بكره الشهر الجاي تعتبر انه المواطنين اللبنانيين رح يقدروا ينجوا طبقه سياسيه إذا غير الطبقه الحاليه؟ اذا زبط القضاء فيك تغير، اذا ما زبط القضاء ما فيك تعمل شيء. الان ترجع الطبقه هي ذاتها وبيرجعوا بيضغطوا سياسيا وماليا واقتصاديا واعلاميا وما عمل شيء. اذا ما القضاء اخذ قرار، اخذته قرار قضاء ولا وعي الشعب؟ قضاء نمبر 1. لان ببطل. طيب يعني شفنا كمان بعض الناس اللي نزلت هتفت لزعماء بالشوارع بيروت، يعني طيب يعني وين في وعي بعد؟ بحق له يا اخي، في ناس بتحب ناس فما في تقول لهم لا. بس نحن مشكلتنا يا جماعه التغطيه الاعلاميه والتغطيه، يعني كل واحد ليك في احلى من تلفزيون لبنان بيستقبلنا بكل احترام وكذا. عندنا كل زعيم عنده تلفزيون له، ليش ما بيقوى تلفزيون لبنان؟ كلهم بيضغطوا حتى ما يقوى تلفزيون يحافظوا على جماعتهم تضلوا يحضروا حالهم. ما بيصير هيك، بدنا كلنا لازم كل المحطات تدعم تلفزيون لبنان وتحطوا ضريبه على كل المحطات. قبل ما المحطات تدعم تلفزيون لبنان، انا يعني هو يا ريت المواطنين بيدعموا تلفزيون لبنان ويوقفوا النكت اللي بيبعتوها على السوشيال ميديا وعلى الواتساب عن تلفزيون لبنان، لانه عن جد نكت بايخه وما بيعرفوا يمكن شو في بقلب تلفزيون لبنان لبعد عم نطلع بهالصوره. يمكن نحن بعدنا الوحيدين يمكن مؤسسه بالعالم ثلاث اربع سنين ما في عندها مجلس اداره، ويمكن في وزراء ما بدنا نسمي مين كانوا مش من اولوياتهم تلفزيون لبنان، وايضا الحكومات مش كانت اولوياتهم. قلت لك شو السبب؟
سبب كل واحد عنده تلفزيون وحافظ عليه واخر همه تلفزيون لبنان وكل واحد عنده حتى ما في واعي عند المواطنين. يعني المواطن اللي بده يجي ينكت على تلفزيون بلده ومش عارف امكانيات التلفزيون ولا عارف امكانيات يمكن وزاره الاعلام لتساعد هالتلفزيون ولا لا, وقاعد عم ينكت على التلفزيون لبنان يمكن ما بعرف هذه ما بدها, اذا ما بعرف اذا بدها وزر, هي بدها وعي عند الناس اكثر وتربيه وطنيه. يعني وقت الانتخابات انتخابات النيابيه انا كنت مرشح فيها ما في إذاعة فتحت لي بدها تفتح لي الهواء تحت $3,000 أو $2,000 على الدقيقة. هلا هذا مشروع شيء, هذا شيء مشروع بالتلفزيون يعني لبنان فتح لي إياه. كيف بدك تعرف على وجوه جديدة؟ كيف بدك تعرف؟ بيجي غيرك بيفتحوا له الهواء ببلاش. طيب ما هون لأنه موجهة سياسيا, ما في غير تلفزيون لبنان يوجه له الخير, فتح لي الهواء قدر أطلع وكمان مرة واحدة أطلع لي دور لحقنا بدورنا. بالعكس عم نقول نحن بدنا نحافظ على وطننا, بدنا نحافظ على مؤسساته, بدنا ندعم مؤسساته, ودائما ممنوع يكون في اي مؤسسه او مؤسسه الدوله. هيدي اللي ما ننتبه لها. بدك تشوف الدوله اذا هي بدها تقوي مؤسسات الدوله. بدها تقويها, بدها تقويها, ما في مجال. والبرهان فيك تحط على كل اذاعه بدها تفتح من انتاجها 2% او 3% تدعم تلفزيون لبنان. هيك بيشتغلوا. يعني اشتغلنا بتلفزيونات حكوميه برات البلد وشفنا كيف بيكون الدعم, يعني قد يكون 8% من الفواتير او الضرائب اللي هو لدعم التلفزيون الوطني. يعني من تلفزيونات مش عم جيب لك من غير مطرح. يعني في كتير, مش عم نحكي نحن كدعم مادي ايضا, نحن لازمنا يمكن اكثر دعم معنوي ويعني يطلعوا فيه بس لتلفزيون لبنان. هلا ما رح نحول حلقه على لا بس مهمه هي شغله كثير نحول حلقه لموضوع تلفزيون لبنان. انا بكل احترام بحترم كثير هالتلفزيون, الله يقويكم ويخليكم هالهمه ونحن كلنا حدكم. شكرا لك. بس تعقيبا على موضوع كورونا, اصدر رئيس بلديه غبيري سلسله قرارات باقفال جميع صالات العاب التسليه والالعاب يعني الجيم اللعب الكمبيوتر وايضا توزيع الاراجيل, المقاهي على انواعها, مدن الملاهي وصالات التزحلق على الجليد, ويعني كل المراكز الترفيهيه والرياضيه ويعني كل في مراكز فيها تجمعات. وايضا كان في تعميم من وزير من محافظ بيروت زياد شبيب, اصدر بعض التوجيهات والتعميمات بعدم استقبال يعني يمكن الناسخ بمكاتب البلديه واقتصار المعاملات على الموظفين فقط. يعني عم نشوف هلا سلسله التعميم يمكن عم تسبق المؤتمر الصحافي رح ينعقد بعد ربع ساعه للجنه الوقايه. انا بتمنى ياخذوا قرار 15 يوم نحصر الموضوع والا ما فينا نسيطر عليه. مش بس المهم يتخذ القرار, المهم يكون يتنفذ على القرار ويكون في التزام ويكون في وعي عند المواطنين واصحاب المحلات انه يعني ما هيك هيك مكسورين وهيك هيك عم بيسكروا ومقفلتين. يعني هلا 15 يوم وعشت ايام بالزيد ما راح تاثر على بس ما عندنا غير حل. مظبوط, ما عندنا امكانيات نفوت 1000 شخص على المستشفى في الضرب. يا جماعه من بدها قرار تنحافظ على صحتنا, مش عم نقول لهم اكثر من هيك. يعني ما بيحمل انا ضعف لوجيستي, يعني شيء مهول بقصه الاستقبال. ويمكن في بعض الناس عم تقول انه عم تروح على مستشفى رفيع الحريري اذا ما كانت كثير حالته تدعو الى يمكن هو يكون عم عنده اي عوارض, بس يعني هيدي حسب شهود عيان انه ما عم يخلوه يفوت على المستشفى لانه ما في مطرح بمستشفى رفيق الحريري الدوله رفيق الحريري الحكومي. قلت لك شغله كثير مهمه بايطاليا. نعم. عم يجي 100 حاله ما عم يقدروا يستوعبوا ال100 حالة ومعهم كورونا. عم ياخذوا يعطوا انعاش للعشر حالات يلي 10 او 15 او 20 حالة يلي في الا مجال اللي معقول تخلص عم ياخذوها, والباقي عم يقولوا تفضلوا روحوا موتوا. يعني ما في امكانيه. ما تخيل انه امريكا احسن منا, ما حدا جاهز لهي الكارثه. فإذا ما توقينا ما فينا نعمل شيء. يمكن مش أحسن منا بس عندهم يمكن إمكانيات مادية. عندهم يعني دولة. عندهم إمكانيات مادية يمكن يشتروا. عندهم تقنيات. يعني حتى عم بيقولوا, يعني شفنا بارح نائب أصحاب المستشفيات عم بيحذر إنه إحنا أجهزة التنفس اللي عنا من 150 بيشتغل منها 250, يعني 600 للكب. يعني ما فهمت عشو جايبينها أصلاً. إيه بس يعني إن شاء الله خير, وإن شاء الله ما يعني يكون فيها وعي عند المواطنين, لأنه أهم شيء هو التركيز عند الوعي عند المواطنين والالتزام بالمنازل وعدم الاختلاط. يعني مش عم نعرف وين نبلش يعني نحكي لأنه عندنا أزمات كتير كبيرة. بس تنرجع شوي لموضوع الزراعة لأنه حضرتك متخصص بهذا الموضوع. هل تعتبر أنه في توجه لدى المواطنين قبل الدولة لإعادة تفعيل قطاع الزراعة خصوصا بعد الأزمة وشفنا نقص بالمواد؟ مزبوط. شفت في عندهم يعني في حب هالمواطن أو هالمزارع أو اللي بيسكن بالريف أو بالكرة عنده هذه الشجاعة أنه يحول أرضه مش ما يتركها بور, يحولها لأرض زراعية. مين ما بيحب يشوف أرضه مزروعة ومرتبة وحلوة؟ هي بس تبلش تلاقي نتيجة ها
هون اذا بدك تفرجيك خطه شوي عم نحضرها نحن بالثوره، عم نحضر خطه زراعيه انقاذيه تنساعد الدوله لبلش بزراعه شوي حديثه شوي بعيده عن السياسه. ولا اول شيء عندنا مشكله التمويل. نعم التمويل المصارف اول حل بدنا اياه، بدنا قرار من الدوله للمصارف اللي عاطين 15 و20% فايده او 17% فايده للمزارعين واللي اخذوا لهم اراضيهم من 15% فايده، يردوا الاراضي ويشيلوا الفوايد ويخلوا الدين بس، والا ما عندك مزارع اللي حيكفي يزرع ارضه. هيدي يعني اول كارثه. يعني يكون في تسهيلات، يعني اول كارثه يردوا الاراضي للمزارعين. البنوك اخذت نص الاراضي، ما بيصير تعطي 15% لمزارع. وين الرقابه؟ هي سرقه قدام العالم كله. ردوا الاراضي للمزارعين وخلوا الدين وشيلوا الفوائد. هاي اول شغله. ثاني شغله توجيه الزراعي كتير مهم. كلنا مثلا بنركض بطاطا، يلا بطاطا، نص السهل بيزرع بطاطا، بيض بيشبه كلهم بيركضوا بيض كتير منيح. في توجيه الزراعي، في كتير زراعات بديله حاضره. بدكم الحشيشه؟ بدكم الحشيشه هلا؟ وين المعامل تبعها؟ بلش بالمعامل، بلش تزرع، بدك تزرع معامل للاغراض الطبيه للادويه، هي مش للتصدير. لا ما بدك تعمل معامل، شو بتطلع لك اذا صدرته مثل ما هو خام؟ ما ربحك بالدواء. ربحك بالدواء. اذا ما عملت الدواء، اذا ما عملت معمل الدواء لشو بدك تزرع؟ يعني رجعت فلتت الخبريه. واذا ما عندك ثقه بالدوله تقدر تضبط كل اللي انا اوريدي عم يزرعوا العالم كله فوق البقيع مفتوح، بتطلع بتلاقيه مزروع. احنا ما لنا ضد تشريعه، بس ضد الفوضى بالانتاج وبال، والا بتضرب شعبك كله سوا. فلذا توجهنا للزراعات البديله، كان زراعه الزيتون اللي انا بلشت فيها السوبر هاي دنسيتي يلي كثير مهمه، تعرف كيف بدك تنتجها. بعدين عندك كثير زراعات بديله ومهمه وبتزبط بالبقاع، بس اهم شيء من هاو كلهم بدك تأمن لهم المي. المي عندك سهل بقاع الشمالي كله سوا قاح الاجرد ممنوع الدق مي، بدك تغير الاتفاقيه مع سوريا، اعطيناك 20% من نهر العاصي على النبع مش على الحدود، بدك ترجعوا تعيدوا الدراسات كلها يا جماعه. هول الاتفاقيات يلي ايام وقتها كانت الاسد والنعجه عم يعملوا اتفاقيه مع بعضهم وقتها كنا نحن محكومين، اخذوا كل المي، ما بيصير. بدك تحافظ على ثروتك المائيه وتفتح مجال لهالمزارع يدق بير يقدر يزرع، والا شو بدك تزرع اذا ما في مي؟ اراضي موجوده ومزارعين موجودين بس ما فيك تزرع، ما في مي. وإذا بدك دق بير هلأ مي بيجي عليك 100 دركة و100 شرطي و100 كذا ما بيصير. لازم الدولة هي تحفر مي وتأمن مي لكل مزارع بده يبلش يقول أنا بدي أزرع. يعني يكون في تشجيع من قبل الدولة بسلسلة إجراءات. بدنا ما بدنا مصاري، افتحوا لهم مجال يدقوا بيرة يا خي، رخصولهم رخصولهم بسرعة، مش تحرقوا أنفاسهم تيعطوا رخصة يدق بير مي. يعني ورقبوا يا خي يدق بير مي إذا عم يزرع، إذا لا اردموا له إياه. ما بدها هالقد، بس يعدون أنتوا احفروا له البير كمان، فروا البير بس. طيب شفت بس ليش عم بتقول يعني ليش خيب التوجه الزراعي؟ ليش عم نشوف الناس كلها عم تزرع نفس الشيء هون؟ مثلا البطاطا. ليش؟ ليش كله عم يروح على زراعة؟ خيب بلاقي هيدي عم تربح بيمشوا. يا خي ما نحن في عندنا كثير زراعات عالمية، عندك الكيوي، عندك ما بدي فوت في عندك كثير أصناف جديدة وحديثة ومربحة. فينا نفتح لها مجال ونعمل له ندوات خاصة ونقدر نشجعهم ليفوتوا بتطوير البلد. طيب يعني لرجع عم نرجع على طول على الكورونا لانه هو موضوع الساعه، بصراحه يعني هو هذا الشيء اللي صح عامل بانيك عند الناس وعامل هلع عند الناس. عم نقول انه نقابه تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبيه نفت ما يتم تداوله عن ربط ارتفاع حالات وفيات كورونا بالنقص في المستلزمات الطبيه، انه هذا ما خصه، لانه عم بيقولوا لحديت هلا بعد انه ما وقعوا بال خلينا نقول بالمحظور بالمستلزمات الطبيه. وزاره الصحه، هذا خبر كثير حلو، وزاره الصحه اعلنت عن اول حاله شفاء تام من فيروس كورونا للمواطنه، ما راح نذكر اسمها، كانت مصابه بفيروس كورونا المستجد وتلقت العلاج في مستشفى رفيق الحريري الجامعي. مبروك. يعني هذا يمكن بيبعث شويه امل كمان للناس. صح. اللي عندهم خوف، هو حقهم يخافوا يعني اصلا، يعني مثل ما حضرتك ذكرت. بس يعني كمان مثل ما ذكرنا السيء، خلينا نذكر القصص الحلوه، انه تسجيل اول حاله شفاء تامه. ما بدها بانيك القصه،
بدأ وعي، بدأ وعي وبدأ وقاية، بدأ محافظة. إيه لأن سريع كتير نقلوا هذا يعني ما إيه ما فهمت أصلاً نهار الأحد يعني زحمة الناس اللي كانت على بيستات السكي بنهار الأحد وكانوا بعدها محذرة وزارة الصحة ومحذرين من التجمعات، وشفنا يعني بدأ نفت وعي، بدأ نفت وعي بعده مش مستوعبين يزيل عب دوره يعني. بس تسكر الطرقات تاخد قرار بس الحالات الطارئة واللي يلي بده يروح يتنقل بس للضرورة، وبعدين دغري بيجي على بيته بيعمل شويه وقايه. هيدي بدها توعي، بدها حلقه لوحده عن كيفيه، اكيد بدك ناس اختصاصيين. نحن بلجنه الطوارئ، لجنه اداره الكوارث بالمتن، يعني قد ما فينا عم نشتغل. الله يطول بعمره هالاي مقام، يعني ما عم تهدى، عم التوعيه كثير كبيره عم تعملها، بس بعد بدها كثير شغل، بدها كثير شغل وكثير تطبيق. بس انه هي اكثر نايتات صارت بالمتن يعني، وبعدها كانت فاتحه نهار السبت ليوم الفتح يعني قد ما فيهم عم يشتغلوا. شو بدي اقول لك، يعني العالم بدها شوي شوي تستوعب الموضوع. وقبل فوات الاوان شو بيطلع لنا اذا بعد شهر اخذوا قرار يفوتوا على بيوتهم؟ شو بيطلع لنا بعد شهر؟ المستشفيات ما بتستوعب، ما بنرجع نعيد الحديث. خلص مره سكر يعني سكر، انتهى الموضوع. بدها قرار جريء، واتمنى هلا بعد ربع ساعه يكون القرار بحجر صحي لكل العالم 15 يوم، يتركوا بس الأساسيات الأفران والكذا الأساسية يعني، وأكيد يكون في رقابة على اللي عم يشتغلوا بالأفران وعم يشتغلوا بالعجن وعم يشتغلوا بكذا، تيحافظوا على كل شيء. و15 يوم كتير مهم. يعني بعدنا يعني بس بموضوع الكورونا، في مراسلتنا دينا رمضان معلومات لتلفزيون لبنان أن مجلس الوزراء قد يتخذ غدا قرارا بجعل الإنترنت مجاني للتواصل عبره. هذا قرار يمكن جديد ويمكن كثير منيح. بدأ توضيح من الزميل دينا رمضان بكرة هلا بالتقرير، يعني إنترنت مجاني يعني منيحة، في شيء عم بالتقرير الأخبار، يعني هي خبر أول بعثته على الواتساب الزميل دينا رمضان. يعني ان شاء الله كمان يعني في اخبار حلوه، صار خبر قصه الشفاء وهلا خبر الانترنت الفري. ان شاء الله نلاقي حل، نلاقي حل سريع، نقدر نتواصل، نقدر هلا اذا واحد بيقعد ببيته بيخلص شغله على الانترنت مش غلط. اصلا صار في توصيات في عديد من الدول اوصت، يعني حتى شركه فيسبوك العالميه مزبوط. يعني شفنا كيف اوصت مزبوط. مش غلط نتواصل بشغلنا بكل شيء، يعني واحد يقعد ببيته على اللابتوب، على مين ما معه لابتوب، مين ما عنده كذا ويمشي يعني الشغل. يعني إن شاء الله زي على النشا من البيت أنا ما عندي مش عاطلة. طيب أنا بدي أختم الحلقة اليوم بالعودة إلى موضوع الحراك، لأنه الناس عم تقول انطفى، ناس عم بقول ما حقق، ناس عم تقول إنه حقق خطوات كتير كبيرة. هل تعتبر إنه بدو بعد تصويب الحراك، بدو تصويب خريطة بوصلة؟ نحن مش الحراك بدو تصويب. الحكومة بدها قصدي يكون في ضغط أكثر، يعني هيك قصدي بالسؤال. نحن ضغطنا أكثر من هالضغط، شو بدك تعمل؟ أكثر من هيك ضغط ما في، ما يعني خلص نعرف الحجم تبع المعارضة تبع ال طب أنا هون عندي سؤال عفوا، بس وقت شفنا قصة موضوع البنك الدولي، طب شفنا بعض الحراك نزلوا اعتصموا قدام المصارف إنه ما بدهم يتعاونوا مع البنك الدولي، وشفنا أيضا قصة من الحراك عم بقول انه الخبراء ماليين واقتصاديين ينتمون الى الحراك عم بقولوا لا نحن بنأيد قصة البنك الدولي. يعني عم نشوف حتى انقسام داخل هالحراك بهالمواضيع، يعني كيف بيكون الضغط قصدي فاعل اكثر؟ الضغط ضغط اللي عنا اللي عم يصير عنا، نحن عارفين شو بدنا عارفين شو بدنا من هالفكره. ايه والحكام عنا عارفين شو بدنا. كيف بيكون في انقسام اذا عارفين؟ نحن عارفين شو بدنا وهن عارفين شو عم يعملوا. نحن عم نطالب بناء الدوله، بيبعثوا ناس بعكسنا، نبعث نحن بدنا سلمية بيبعثوا ناس يكسروا، ما عارفين هن شو عم يعملوا، هن خايفين على حالهم. يا جماعة بدكم تضلكم بالحكم انقذوا الوطن، بدكم تضلكم بكراسيكم ما عنا مشكلة، لقوا حل البلد، وإلا عملوا معروف خلص الوضع ما بيحمل. طيب المشكلة اللي عم تشوفها أنت على الأرض بالإعلان هذه المشكلة مشكلة معروفة. نحن عارفين شو بدنا، بدنا بناء وطن، هن عارفين شو بدهم، بدهم يحافظوا على كراسيهم بس، هذا كل شيء. حافظوا على الوطن، خليكم محلكم يا خيي، ما بتعرفوا تحافظوا على الوطن اعملوا معروف افتحوا مجال لناس تبني الوطن.
صار في توضيح من الزميلة ديانا رمضان، الحافز المجاني للإنترنت قد يكون خلال بدء الإجراءات الصارمة التي ستتخذها لجنة طوارئ الكورونا. هذا يعني عم يقولكم عدوا بالبيت وفتحوا إنترنت قد ما بدكم، والرئيس دياب سيكون حاضرا بعد قليل خلال المؤتمر الصحفي لجنة طوارئ الكورونا. كنا ناطرين توضيح واجا التوضيح. يعني هذا عم مثل ما حضرتك ذكرت الباريق بده ياخذوا، ما في عندك غير حل، اجراءات صارمه جدا ومنع تجويل وحال الطوارئ على مستوى الوطن ككل. يعني من هلا لخمس من هلا تنوصل بدنا ساعه نكون ببرمانه تنلحق حالنا نوصل على البيت يعني ونسكر على استاذ شرب. انا بدي اشكر حضورك معنا، ضوينا على عديد من النقاط، سيكون لنا لقاءات ثانيه ان شاء الله ونحكي اكثر بتفاصيل بموضوع الزراعه، بس نخلص من ازمه الكورونا ونحكي ايضا بالتشجيع لهذا القطاع. هيك هيك قاعدين بالبيت كل واحد عنده جنينه حد بيته، يا اخي الخضره بتعقد حد البيت، الرياضه بدل ما تعمل جيم وقفوا الجيمات، ما هي اسمها ورك اوت، يعني اشتغل برا مش تقعد بالجيم، زرعوا جنيناتكم ضبطوا هالخبريه هيك بتتسلوا بتشيلوا مش كله بس ضغط على الانترنت، خف شوي ضغط. شكرا لحضورك معنا استاذ شربيل الخبير السياسي وايضا الزراعي والبيئي. مشاهدينا الكرام نحن مستمرين معكم بعد هذا الفاصل، وايضا سننقل لكم مباشره المؤتمر الصحفي للجنه الطوارئ لمتابعه الكورونا.